مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوز به سواك عند حلول الحديث الامامي يا اكرم الخلق ما لي من الوز به سواك عند حلول الحديث الأمامي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولي طيق رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم متقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وبركاتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنتي من زلة العزومة إن الكبائر في الغفران كاللمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولتم بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهبال يا هزيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأذن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل وصحبه ثم تابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنها عزمة البني ريح سوى وأقرب العيسى هذه العيس بنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام مولاي صل
وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لناشجها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ النعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر الهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الاقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في قبة الحرم واسمه قسم من عظم القسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد خطمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي
وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد أتى الصدين ما مئة فرج بها قلبنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتى الصدين ما مئة نور بها قلبنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتى الصدين ما مئة نور بها بيتنا وسع بها رزقنا ارحم بها جمعنا اشفع بها مرضانا سلم بها شيخنا اسمع بها قالنا ابصر بها حالنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري فيا من قل عند نعمة شكري فلم يحزنني ويا من قل عند بلية صبري فلم يخزلني ويا من رعاني على الخطايا فلم يخضعني يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة التي لا تحصى أبدا أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبك أدرأ في نحور الأعداء والجبابرة. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤولي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا شفيع الورى سلام عليك نبي الهدى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك نبي الهدى سلام عليك ليلة تسرى به قالت الأنبياء ليلة تسرى به قالت الأنبياء ليلة تسرى به قالت الأنبياء مرحبا مرحبا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك سيدي يا حبيبي مولاي حبيبي مولاي لك جسمي فدا سلام عليك لك روحي فدا سلام عليك لك قلبي فدا سلام عليك لك عيني فدا سلام عليك لك أبي فدا سلام عليك لك أمي فدا سلام
سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدا، سلام علیک. هذا قول غلامك عشقی، هذا قول غلامك عشقي، منه يا مصطفى سلام عليك، منه يا مصطفى سلام عليك يا شفيع الورى، سلام عليك يا نبي الهدى، سلام.